خليني يعني احنا فاضل لنا يوم او يوم ونص كده وعايزه اتكلم على حدث هام سوف ينطلق بعد غد من مدينه السلام شرم الشيخ، وهو النسخه الرابعه لمنتدى شباب العالم. امبارح اكدت ساره بدر المتحدثه باسم المنتدى ان هناك برامج غير مسبوقه ستتم في منتدى شباب العالم في النسخه الرابعه، وان هناك روبوتات ستقوم بتعقيم القاعات وتوزيع الوجبات على الحضور، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وأضافت خلال تصريحات أمس أن محور النقاش لمنتدى هو عالم ما بعد جائحة كورونا، وأشارت إلى أن هناك منصات لعرض ما يتم في المنتدى ولمشاركة الشباب الذي لم يستطع الحضور. وأوضحت أن قبل الإعلان عن النسخة الرابعة لانطلاق منتدى شباب العالم تم دراسة كل شيء، وكشفت أن سلامة الحضور أولوية للجميع، ولذلك هناك شرط قبل المشاركة في المنتدى وهو الحصول على اللقاح لفيروس كورونا. أستاذ عادل، أنا عايزة بقى أقف هنا عند هذا الحدث. يعني على تصريحات سارة بدر أنه هيتكلم على عالم ما بعد جائحة كورونا، لكن احنا لسه في الجائحة. يعني حلو. يعني عارف حضرتك، يعني مثلا كان هناك تصريح انه هناك العديد من المنصات زي ما هي قالت، واللي هيطريق يشارك عن طريق الانترنت وزوم، لان الناس مش عارفة تيجي من بلادها لان عندهم مشاكل كبيرة. صحيح. كورونا ما زالت مسيطرة على العالم لغاية الان. يعني مصر انها بتعمل هذا المنتدى مع انها اجلته السنة اللي فاتت، هو تحدي، هو تحدي حقيقي. يعني عايز اقول لك بالفعل زي ما انت قلت، يعني إصرار القيادة المصرية وحرصها على عقد مؤتمر الشباب في دورته الحالية، أعتقد أنه كان يعني رسالة واحدة، أن مصر كسبت الرهان وكسبت التحدي وكسبت ثقة العالم. لما تشوف الأعداد المتقدمة، أكثر من نصف مليون شاب من 196 دولة، معنى ذلك أن صورة مصر في الخارج أصبحت صورة مغيرة ومختلفة. صورة مصر في الخارج أصبحت صورة الثقة، وأن كل ما تبث مصر من معلومات عن واقعها الطبي أو واقعها الصحي أو حتى واقعها الاقتصادي، يعني هي صورة صحيحة وسليمة. ولذلك جاء رد الفعل من خلال مؤتمر الشباب أن يحرص هذا العدد على الحضور في ظل يعني التعقيدات والعراقيل والإجراءات الاحترازية الشديدة في مسألة السفر والانتقال من الدول من دولة لأخرى أو من دول أوروبا إلى 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 مصر تحديدا. أعتقد ده يعني أن يعني مصر كسبت الرهان وكسبت التحدي، فأنها من الدول بالفعل لها واجهت بكل شفافية وكل صراحة هذا الفيروس أو هذه الجائحة بإجراءات احترازية منذ البداية، ولم يكن يعني في مصلحتها أنها تخفي أرقام المصابين أو أرقام المعافين إلى آخره. بالعكس، يعني كان صدور الأرقام بشكل يومي مصدر ثقة العالم في مصر بالتعاون مع منظمة الصحة، لأن ليس أنا مش ما عندي إيه المصلحة أن أنا أخبي الأرقام وأقول ما عنديش، إن هذه جائحة عالمية. فبالتالي من البداية العالم كان يتابع ما يحدث في مصر في ظل ما يحدث في باقي دول العالم المتقدم اللي عنده امكانيات طبيه كبيره جدا. فبالتالي انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، اعتقد انه معنى ذلك ان مصر كسبت هذا الرهان الكبير وهذا التحدي، وخاصه من الجيل الذي سيحكم بعد ذلك، الذي سيقود بعد ذلك في دوله. وان ياتي هذا العدد ده شيء رائع جدا، يقول انه بالفعل المناخ في مصر، الاجواء في مصر، الاوضاع في مصر بشكل عام هي اوضاع مستقره، اوضاع امنه، مصر قادره على السيطره على هذا الفيروس باجراءاتها من اول يوم. ولذلك انت الان تحصدي هذه النتيجه الايجابيه والاجراءات التي اتخذتها. فبالتالي هناك اقبال غير طبيعي، تسهيلات غير طبيعيه حتى في الحصول على البي سي ار. انا يهمني هنا هذه المره القضايا كمان اللي هتناقش، واعتقد انه كان من الذكاء بالفعل اختيار هذه العناوين. يعني انت بتناقشي، انت خلاص يعني انت بتقول العالم. انا بالنسبه لي انا بعبر بناقش ما بعد الجائحه، العالم شكل العالم ما بعد الجائحه. الجزء الاخر والمهم كمان جدا، التغيرات المناخيه طبعا مهم، يعني قضيه الساعه. يعني
مهم، لان انت ان شاء الله على اخر السنه هتستضيفي المؤتمر الدولي للتغير المناخي اللي كان في اسكتلندا 27 في نوفمبر ان شاء الله، في نوفمبر اللي كان في اسكتلندا السنه اللي فاتت. فبالتالي مهم جدا تطلع رساله من شباب العالم، وليست رساله، انا اعتقد هتبقى صوت ضاغط، وده ذكاء قد يكون صوت معبر عن كل المنظمات المجتمع المدني الدوليه المعارضه للمؤتمر. ربما يكون هذا ممثل من هؤلاء الشباب، تطلع وثيقه الشباب الدولي ومطالبهم من المؤتمر القادم في مصر. فانت ضربت عصفورين بحجر، بالعكس ده كان ذكاء جدا ان انا اناقش هذا المحور في هذا المؤتمر، لتكون رساله من شباب العالم الى قاده العالم وخاصة الدول الصناعية المتقدمة في قضية المناخ وما يحدث من متغيرات لها تأثيرات غاية في الخطورة على حياة البشر والحياة بشكل عام على الأرض. فأعتقد أنه ده مهم جدا، هذه الدورة مهمة جدا في اختياراتها، بالإضافة طبعا أنه عودة للروح مرة أخرى، عودة للحياة. يعني حضرت الدورات اللي فاتت بصراحة بتشوفي قد إيه الفرحة اللي بتعمش أو بتعلو وجوه الشباب من كافة دول العالم لما بيكونوا موجودين في مصر في هذا المؤتمر في مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، وقد إيه الترحاب اللي بيلاقوا بيه، وقد إيه إن هم بيكونوا مش عاوزين أيام المؤتمر تنتهي عشان يستمروا أكتر، وعقد اللقاءات الثنائية والتعارف ما بين الشباب المصري والعربي والشباب الدولي. أعتقد أن هذه المنصة الدولية اللي تم الاعتراف بها بتؤكد بالفعل أن مصر لها الدور الريادي في قضايا العالم من خلال أهم فئة من الفئات العمرية في العالم، هم الشباب اللي هو بنقول شباب المستقبل اللي سوف يتم تمكينه. يعني مصر اتخذت اجراءات وخطوات مهمه جدا في مساله تمكين الشباب في الداخل، هي الان تؤدي لتمكين الشباب، واظن مثل هذه القضايا ان يكون للشباب رايهم ده شيء مهم جدا.